كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كان بعباده خبيرا بصيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى وعظموه وكبروه، فإنكم في يوم عظيم. إنه يوم النحر، جعله الله سبحانه وتعالى يوم فرح وعبادة وشكر وزينة وتسامح وأخوة وتصافح وصلة رحيم وبذل للمعروف وإطعام وتوسعة على الأهل والجيران والفقراء والمساكين. والأعياد في الإسلام تأتي بعد عبادات عظيمة، فعيد الفطر يأتي بعد صوم رمضان وقيامه، وعيد الأضحى يأتي بعد ركن الحج الأعظم ألا وهو الوقوف بعرفة، ويأتي كذلك بعد صيام يوم عرفة لغير الحاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. وفي ذلك عباد الله إشارة إلى أن الله عز وجل يكافئ عباده بالإحسان إحسانا وبالشكر تفضلا وعرفانا. يقول جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأكثروا في هذا اليوم المبارك من ذكر الله وشكره تهليلا وتكبيرا وحمدا وثناء، فهو سبحانه أهل لأن يشكر وأهل لأن يحمد. وكم نحن في حاجة لرحمته وفضله وتوفيقه في زمن ماجد الفتن فيه من كل صوب. حتى غدا كثير من الناس إلا من رحم ربي حيال هذه الفتن كالورق اليابس تعصف بهم رياح الشهوات وأعصير الشبهات يمنة ويسرى، وهم لا يدرون وهم لا يشعرون. أغلب الأمة الإسلامية اليوم تعصف بها الفتن يمينا وشمالا وهم في سبات. هذا فضلا عن الفتن العظام التي حلت بالأمة من ضرب الذل عليها، وقد دنست مقدساتها وتسلط الأعداء عليها من كل صوب. عباد الله، إن معرفة هذه الفتن وحقيقتها وكيفية الخلاص منها مطلب شرعي لأهل الإيمان. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسألون عن هذه الفتن ويدرسون هذه الفتن حتى يتجنبوها. وإن لم تكن الفتن قد وقعت اللي في عصر هما، كانت فتن بسيطة مقارنة بما نعيشه اليوم. ونحن حين نتحدث عن الفتن العامة التي تصيب الأمة جمعاء، لأن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة عن الفتن، فقال حذيفة: الفتن التي تصيب الرجل في ماله وأهله وولده تكفرها الصلوات. قالوا: يا حذيفة، ما علم شو نسأل على هذا، نسأل على الفتن التي تموج موج البحر، فتن تضرب الأمة كلها وخاصة في آخر الزمان الذي نعيش فيه اليوم. اعلموا رحمكم الله أن نبيكم صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بما هو كائن إلى يوم القيامة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى حضر العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. والحديث هذا في صحيح مسلم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم من الصبح من صلاة الفجر إلى المغرب وهو يحدثهم بالفتن كبيرها وصغيرها التي ستقع في الأمة. ونحن اليوم في غفلة، والكثير قد ينكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ثم من جهة أخرى بيّن صلى الله عليه وسلم أن الأمة في آخر الزمان
ستتعرض إلى طوفان من الفتن والابتلاءات. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته في سفر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء المؤمن الفتنة فيقول المؤمن هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أو أرشدنا إلى شيئين اثنين: أن يتمسك بالإيمان الحقيقي بالله واليوم الآخر، وأن يعامل الناس بما يحب أن يعامل. يحب الصدق يعامل الناس بالصدق، يحب الخير يعامل الناس بالخير، يحب الأمانة يعامل الناس بالأمانة. عباد الله، وقد يتساءل البعض: كيف نعرف أننا دخلنا في مرحلة الفتن العظام، الفتن العامة التي تصيب الأمة، ونحن اليوم لسنا في موضع أن نفسر الفتن وأوقاتها وأسماءها وكذا، لكن نعطيه بصفة عامة السمات الأساسية لمرحلة الفتن التي دخلنا فيها لا شك في ذلك. فمن السمات الأساسية والصفات الأساسية لزمن الفتن انقلاب المفاهيم. روى الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم أيها الناس إذا طغى نساؤكم وفسق فتيانكم؟ قالوا: يا رسول الله، إن هذا لكائن. قال: نعم، وأشد منه. كيف أنتم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله، إن هذا لكائن. قال: وأشد منه. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ هذا ما نراه اليوم في مجتمعاتنا، انقلبت الموازين، صار المنكر معروفا والمعروف منكرا إلا من رحم ربك. ومن سمات مرحلة الفتن التي دخلنا فيها بلا شك الاستخفاف بالدين وتقلب أحوال الناس بين الإيمان والكفر، وألا بين الإيمان والمعصية. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وبيع الدين إخواني الكرام، وليس بكلامي كلام العلماء وكلام المفسرين، بيع الدين ليس بالضرورة أن يخرج الإنسان بالكلية عن الإسلام أو أن يعبد صنما، ليس هذا بيع الدين. بيع الدين لقد يكون بموقف يتزين فيه لظالم، أو بكلمة يرضي بها ظالما فيستوجب ذلك سخط الله جل وعلا. بيع الدين بكلمة باطل تجلب على مظلوم محنة بشهادة زور، بكلمة باطل تتسبب في ظلم إنسان وفي مرض إنسان وفي أنه إنسان يودع في سجن أو غير ذلك. هذا ما معنى يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا كذلك. ليس بالضرورة أنه
يخرج قدامنا معناها على الإسلام ويدخل في الكفر الأكبر. لا، ليس هذا المقصود فقط، بل المقصود به والله أعلم كما بينه بعض أهل العلم أنه قد يعمل بعمل أهل الإسلام بالصباح، كأن يصلي الجماعة بالصباح ثم يخرج فيتعامل بالربا ويتعامل بالرشوة ويتعامل بعمل الذين يبغضهم الله سبحانه وتعالى، أو على العكس من ذلك يمسي مؤمنا كأن يصلي مثلا العشاء في جماعة ثم يأتي بعد العشاء فيسهر في سهرة خمرية، أو يسهر في الرقص والمجون إلى الصباح، أو يتفرج في العري، أو يدخل على مواقع التواصل الإباحية. هذا هو المقصود بالحديث، وكم انتشر هذا في زمان الفتن والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى معناها الثبات. ومن سمات مرحلة الفتن كذلك التي دخلنا فيها كثرة الهرج والكذب، والهرج هو القتل والعياذ بالله وذهاب العقول. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قيل: وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل. فما في لفظ القتل القتل، وفما في لفظ آخر كما عند ابن ماجه الكذب والقتل طبعا. فقال الصحابة: قالوا: أكثر مما نقتل الآن أنهم ما كانوا يقتلون في الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنى عقولنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أنه ينزع عقول أو تنزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدهم أنه على شيء وليس على شيء. ذهاب العقول حتى الإنسان يصير يعمل إجرام ويقتل النفس ويكثر الهرج شيئا فشيئا، حتى يستشري ويولي يقتل الإنسان ربما جيرانه ويقتل أقرب الناس إليه والعياذ بالله. وهذا مشاهد ومنقوض، هذه كلها لو العلامات، لو نبقى نذكر العلامات فقط نحتاج إلى ساعات. كل واحد وكل واقع في الواقع اليوم. لذلك علينا أن نحذر عباد الله. لذلك السمات الأساسية والأحاديث التي تصف السمات الأساسية لمرحلة الفتن كثيرة، ولكن قد يتساءل الواحد منا: كيف أعرف هل أصابتني فتنة أم لا؟ هذا كان هم الصحابة. لذلك تجد عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم العلامات باش يعرف الإنسان نفسه هل أصابته الفتنة أم لا. استمعوا إخواني الكرام، أسوق إليكم حديثين عظيمين خطيرين، وكل واحد ينزلهم على نفسه مش على غيره، على نفسه. الحديث الأول رواه الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة في المصنف، قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: من أحب أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حلالا كان يراه حراما، أو يرى حراما كان يراه حلالا، فليعلم أن قد أصابته. رضي الله عنك يا حذيفة. يعني بيسار بسطها، إنسان كان يرى أن التبرج حرام، مرأة كانت ترى أن التبرج حرام وأن الخمار واجب، أصابتها الفتنة صارت ترى بعدم وجود الخمار ونحات الخمار، أصابتها الفتنة، ضربتها الفتنة ضربة كبيرة. كان يرى صلاة الجماعة ويرى أن الإنسان يحضر حلق العلم، يحضر حلق التحفيظ، وأن الإنسان يعمل أقصى جهده حتى يحضر صلاة الجماعة. ثم جاءت الفتنة، وبعد الفتنة يجد نفسه كأنه مكبل وما عادش يحضر الجماعة إلا مرة الفارغة، ضربته الفتنة. وهكذا وهكذا، كان يرى وكان متيقنا بأن الربا حرام، وإذا به ولي يتساهل في المعاملات ضربته الفتنة والعياذ بالله. فليراجع كل إنسان نفسه وما يظنش نفسه أنه ناجي. الحديث الثاني كذلك خطير جدا، رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد وابن أبي الدنيا في عن أبي العالية رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن،
ولا يجدون له حلاوة ولا لذاذة. هاي علامة الضرب الفطر، والعياذ بالله. الإنسان ولا يثقل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يجد لذاذة وحلاوة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تغلي في العيون من كلام الله سبحانه وتعالى، فقد ضربته الفتنة بيدها ورجلها. أكيد يأتي على الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن، ولا يجدون له حلاوة ولا لذاذة. إن قصروا عما أمروا به قالوا إن الله غفور رحيم، كأنه يتحدث عنهم. وإن عملوا بما نهوا عنه قالوا سيغفر لنا، إنا لم نكن نشرك بالله شيئا. أمرهم كله طمع، ليس معه صدق. يلبسون جلود الضأن على قلوب الثياب، أفضلهم في دينه المداهن. والإضافة عند ابن نعيم في الهلية نفس اللفظ، وعنده إضافة هو تعريف المداهن. قيل وما المداهن؟ قال الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. المداهن يرى العري ويرى الفجور ويرى الحرام ويرى الخمور ولا يتكلم ولا تتحرك له شعب، هذا المداهن. عباد الله، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الفتن التي ستمر بها الأمة، فإن من رحمته أن بين لنا الطريقة العملية للنجاة من هذه الفتن، وهي كثيرة كثيرة جدا. لكن نحن سنقتصر عن بعض على بعض النقاط اللي لازم علينا جميعا أن نتمسك بها في هذا الزمان الحقيقي، في هذا الزمان الانتقالي الصعب، لأن السنوات القادمة سنوات صعبة بلا شك. العاصم الأول من هذه الفتن التمسك والعمق بالنواجذ على الكتاب والسنة، أن لا يفرط في شيء من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في سنن الترمذي من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنها ستكون فتنة؟ فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وبقي للحديث بقي المخرج منها ما هو؟ كتاب الله، أن يتمسك بالكتاب تلاوة وأفضل وتدبرا وتعبدا. يعني قد ما يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى شوية في هذا العصر. وحديث العرباض بن سالم المعروف، واللي وارد في سنن الترمذي وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ، توريك الجبل الفتنيزم يعض عليك السنة النبوية. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلال. العاصم الثاني من هذه الفتن والعياذ بالله التي تصيب الأمة، نحن نتحدث عن الفتن العامة، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالفتن والمصائب هي عقوبات على ذنوب، ذنوب خاصة وذنوب عامة. لما تكثر الذنوب وتكثر المعاصي، ربي سبحانه وتعالى يسلط علينا العقوبات هذه من فتن وغيرها، حتى تشكل على الناس الأمور. لذلك العاصم منها ما هو؟ الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزعر. هذه كلها قال المفسرون كناية على الانشغال بالدنيا عن الآخرة. لفظ أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزعر، أي أنكم عايشين من أجل الدنيا، نسيتم الآخرة، نتجارعوا على الدنيا، يصلي صلاة خمسة خائف مزروب، يحب يجري للدنيا، ضربة 99% منها. إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين والتوبة إلى الله. العاصم الثالث في زمن الفتن الإكثار من العبادة، أن الإنسان يضعف العبادة، يكثر من العبادة قدر الإمكان. ونتحدث عن العبادة، طبعا نتحدث عن السنن والنوافل، الفرائض المفروض منها. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا في قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر:
العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج أي زمن الفتن ثوابها كثواب الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك الإنسان اللي آخر ما يكمل الشغل متاعه يرابط في بيت الله يذكر الله ويقرأ القرآن ويصوم ويصلي ويقوم الليل، هذاك أجره كأنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالهوام تاعك
ودنيا مؤثرة، إثار الدنيا على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد عامله وروحه علامة، كل واحد فينا يدور حول نفسه، حاطط هو نفسه مركز الكون، حاطط هو نفسه العلامة الوحيد، والكلام بتاعه كله صحيح، والآخرين فيما نحاولوا ما يفهموا شيء. ها هو الزمان المحكوم به، ها هو. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك نفس النصائح تقريبا، ودع العوام، فإن من ورائكم الأيام، فإن من ورائكم أياما الصبر في الأيام، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. يعني الإنسان اللي قابض على دينه واللي قايم بأمور الدين في هذا العصر عنده أجر 50 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا لهم من أجر. فليستحضر الإنسان أنه الفترة هذه رغم شدتها ورغم أنها فترة فتن، لكنها فرصة لتحصيل الأجر العظيم للمؤمنين الصادقين الحقيقيين الذين يبعثون عن مرضات الله فقط. عباد الله، وفي الختام، إن أعظم فتنة دخلت فيها الأمة اليوم بالإضافة إلى تطبيعها مع الشيطان ومع المعاصي بأنواعها هي التطبيع مع العدو الصهيوني. اليوم هناك تطبيعين يمشيهما بعضهم في نفس الوقت، عقوبة من رب سبحانه. لما طبعت الأمة كأفراد مع المعاصي ومع النجوم ومع الفجور ومع ما يبغضه الله تعالى، صار التطبيع الآخر العلني اليوم هو هرولة الدول العربية والإسلامية في التطبيع مع الصهاينة ومع أعداء الأمة. واليوم ترون أن الأمر صار علنا، كما يعني هو العقوبة من جنس العمل، كما نحن جاهرة الناس بالمعاصي، هم ضحك علينا ولو مجاهرة بالتطبيع مع الصهاينة. وهذا والعياذ بالله إيذان بمرحلة جديدة من الذل والهوان والظلم والهزائم والعياذ بالله تعالى. فنحن الإنسان المسلم راه ما يحكمش بالهوى، وما يحكمش بالعاطفة، وما يحكمش بالميولات، يحكم بالقوانين والسنن الربانية، يحكم بالأحاديث النبوية، ينزع عنه العصبية، لأن نحن عصبيات، نتعصب للأشخاص ونتعصب للجهات ونتعصب للأحزاب ونتعصب، عصبية كبيرة فينا. لكن ربي سبحانه وتعالى جعل سنن، هذا اليوم الذي نراه من تطبيع هذا الأمر كله بما فعلت أيدينا. ولكن في الختام حتى نخرج فيه حاجة إيجابية تبعث الأمل في قلوب المؤمنين الصادقين المخلصين، أسوق إليكم هذا الحديث الذي يتجنب الكثير ذكره، وهو حديث صحيح وتتبعته الأمر، ولكن هو الحديث اللي تعرفوه هما حديث آخر في نفس السياق ونحاول نقربه بين الحديثين. الحديث هذا عظيم جدا وقوي جدا، وهو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، ورد على الذين ينكرون السنة والذين يريدون اليوم كما سمعنا حق السنة النبوية، ردها في 100 حديث في كتيب إرضاء لأعداء الدين. روى الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول هذه الأمة، أول هذا الأمر عفوا نبوة ورحمة، أول هذا الأمر نبوة ورحمة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم باش يبين في الحديث هذا المراحل التي ستمر بها الأمة، كلام الصادق المصدوق. أول الأمر نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة. نعرف ونحن في الحديث لا هرب من نجمه، أولها هي النبوة، ثم تكون فيكم الخلافة على من جوا، ثم تكون معناها فيكم ملكا عاطا، ثم ملكا جبريا، ثم تعود خلافكم على منهج النبوة. والحديث هذا صحيح، وكثير من الحديث في معناها واردة في هذا المراحل الواحد، النبوة خلافة على منهج النبوة، الملك العاض والملك كما بني أمية بني العباس إلى آخر الإمبراطورية العثمانية، أنه يمر من البول والد وإلى هكذا يورد، ثم بعده الملك الجبري، ثم مباشرة بعد الملك الجبري بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم تعود الخلافة على منهاج النبوة، أحب من أحب وأبا من أبا. فالمؤمن الصادق ينتظر هذا ويفرح بهذا، والمنافق يغضب لهذا. قال النبي الحديث: نبوة ورحمة
ثم خلافة ورحمة ثم ملكا ورحمة ثم يتكادمون عليها تكاد ملحمين. عفانا وعفاكم الله. شكون كلام هذا؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا من مطلوب؟ عليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان. لما رجعت نبحث المفسرين راجعت نبحث في عسقلان. عسقلان من أقدم المدن في فلسطين، وعسقلان لاصقة في غزة، حتى أن لما احتلها الصهاينة المسلمين اللي كانوا في عسقلان كلهم مشاوا لغزة، فكانت ما فماش انفصال ما بين عسقلان وغزة. فهذه إشارة إلى أن أرض الرباط في غزة وما حولها وهي منصورة إلى أن يأتي أمر الله. ثم إشارة أخرى لطيفة ومهمة جدا لأصحاب القلوب المريضة، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم شو صفه، النبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ملكا ورحمة. رحمة معناها الفترة الأموية والفترة العباسية والفترة العثمانية والدورة العثمانية وكل رغم ما فيها من أخطاء وهينات، لكن وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم برحمة لأن فيها إسلام وفيها عزة وفيها دولة تحمي الإسلام. رغم أن ما ينقلوش معنا حاجة يعني 100%، لكن هذه كيفاش وصفها المرحلة اللي بعد الخلافة العثمانية يتكلمون عليه كالحمير. عافاكم الله، مرحلة الجبابرة يتكادمون عليها كالحمير. لذلك الإنسان المسلم ما يزموش معناها ينجر ويدافع عن الأشياء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم فرق منها. الإنسان المسلم يتشرف للخلافة الإسلامية ويتشرف للإسلام ولعزة الإسلام ولا يلتصق بأشخاص مهما كانوا، وخاصة أنه قد تبين الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحق والباطل، الحق الحق، الرسول أعطاه كل شيء. في هذا اليوم المبارك إخواني الكرام، راهو الدين الإسلامي هذا دين مواقف ودين ثبات، ليس دين شعارات فحسب وليس دين شعارات للنهنة. دينا ورونا المواقف في عند الفتن وعند الشدائد بالتمسك بالدين والتمسك بالسنة وبالتمسك بالقرآن. أما هاك العبادات الموسمية وكالمظاهر هذه لن تغني معناها شيئا في الزمان القادم، لأن الزمان القادم يحتاج إلى إيمان راسخ وإلى عقيدة قوية، لأن الأمور العظام التي ستحدث مش أي إنسان ينجم ينجو منها. فوطنوا أنفسكم، وأنتم اليوم في يوم العيد حق لكم أن تفرحوا وحق لكم أن تيسروا على وأن تفرحوا معناها مع أبنائكم وأخوانكم وأن تصافحوا بعضكم البعض، لكنكم دائما نصب العين بتاعكم الدين بتاعكم وقضايا الأمة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يأتي العام القادم إلا وحالنا أفضل من هذا الحال. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل الطاعة ويذل به أهل المعصية ويحكم به شرعك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم واحد صفهم، اللهم واحد صفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم يا ربي عليك بمن طبع مع الصهاينة، اللهم اطبع على قلبي وازل ملكه واذله بالدنيا قبل الآخرة. اللهم عليك بكل منافق كذاب يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بهذه البلاد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بها غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر.
اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وكل عام.